سنقدم خدمة متطورة للسكة الحديد مختلفة تماماً عن الخدمة الحالية، وذلك بتوريد 250 جرار حديث وإعادة تأهيل 130 جرار وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة و300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة في مصر، وهي التي تضاهي أعلى منظومة أمان في العالم، واستكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كيلومتر وتطوير شبكة الطرق القائمة بنحو 2500 كيلومتر، تنفيذ مشروعات لإنشاء وتطوير شبكات الطرق والكباري، وبلغ إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومي للطرق 4500 كيلو. تم رفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118، كنا في المركز 118 في عام 2014، حاليا احنا في المركز 28 على مستوى العالم. ما شهد قطاع النقل إضافة 11.5 كيلو وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال العامين الماضيين بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث قارون عدلي منصور، كما زادت عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الأنفاق إلى 1.1 مليون رحلة بإجمالي 1.5 مليار راكب في السنتين، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروع القطار المكهرب الذي يصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان وبالبيس، كما بدأ تنفيذ مشروع المونوريل، وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء أول شبكة قطارات فائقة السرعة على مستوى الجمهورية.